السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله. ساعات تفصلنا على رؤية هلال شهر الله الكريم، وما زلنا ندور في فلك ظروف استثنائية شديدة الصعوبة في استقبال هذا الشهر تحت وطأة تفشي وباء كورونا. استقبال يبدو مختلفا عن كل ما عاشه المسلمون في العالم على اختلاف أعمارهم، وقد حرموا بأمر كورونا من ممارسة الشعائر والتجمع حتى في الزيارات أغلى الطقوس في نفوسهم بشهر رمضان. تغيرت الخطط، أو بالأحرى توقفت، مع تطبيق حظر التجول وارتفاع معدلات الإصابة. بتنا أمام حسابات شديدة الحساسية ونحن نفكر في محاولة جمع العائلة تحت سقف واحد بينما يختنق الصغار والكبار من الاحتجاز بالبيت. هذه الحسابات على حساسيتها تبدو عند ملايين الأسر شيئاً من الترف، وقد اجتمع عليهم ما يدعونه بوقف الحال وقلة ذات اليد، مع ارتفاع جنوني في أسعار السلع الأساسية وغياب أي دور للحكومة في محاولة ضبطها. وحدها المسلسلات وبرامج الضحك المصطنع من نالت قسطها من رعاية الحكومة، فرفعت عنها كل ممنوع ومحرم، وكرست إمكاناتها لاحتواء أبطالها على جبهة الفن، حيث يعرضون حياتهم كما يقول نقيب الممثلين لخطر الوباء في سبيل إسعاد الجماهير. جبهاتنا كثيرة تمتد حتى إلى صناديق معاشات العسكريين التي زادت للمرة العاشرة في أقل من 7 سنوات، وسريعاً خشية تحسسهم من دعوات تكريم أصحاب البلط الأبيض ومنحهم أبسط حقوقهم على جبهة مكافحة الوباء. لا تخافوا على الشارع، تقول المراسيم، فاليوم تجتمع لجنة إدارة الأزمة لاتخاذ قرار نهائي بطريقة التعامل مع التدابير الوقائية خلال شهر رمضان، سواء بتمديد ساعات الحظر والتدابير الخاصة بغلق المحلات وأماكن التجمع أو بتخفيف هذه القيود. أما هؤلاء المبتلون بالجوع ونقص الأموال والثمرات، فتقول المراسيم إن الدولة على عهدها تسير بهدف تحقيق التوازن بين اتباع هذه الإجراءات الوقائية ومواصلة عجلة الإنتاج، وأن الأرقام تدل على نجاحها في ذلك على أقصى تعبير. لا تدري عن أي أرقام يتحدثون، كل ما تعرفه أننا نسير في منحنى تصاعدي في مسار تفشي الوباء، حتى مع القبول بالأرقام الرسمية المعلنة التي وبالمناسبة أحصت 1000 إصابة في شهر ونصف، قبل أن تضيف نحو 2500 آخرين خلال 2 فقط. رغم هذه الظروف تبقى الدعوات لاستقبال يليق بحضرة شهر كريم تتوق فيه النفوس الموجوعة للجوء إلى باريها بالعودة إلى أصالة هذا الشهر والاصطفاف معا في دعوة واحدة لرفع البلاء والوباء عن البلاد والعباد. كورونا وتدابير استقبال شهر رمضان في قصة اليوم.